لك الفيديو هذا ماما كثير حلو حمص بس يا لطيف ذهبوا الماس فزعوا فزعوا ولا لا روحي لا ماما بعدي بعدي عن طريقي تركيني ابو ارجيكي فجاه صار عنده نظارات سحريه شو هذا يا الماس ما كان شيء ما عملوه وامه النايمه ماما هذول وين نحن؟ يا لطيف النظارات السحرية شو عملوا فيهم؟ ما ضل شي ما عملوا خديها ماما خديها ياه صدينا لك الجزدان يا مامي كيف هالأحداث شو حلوة قولي قولي بدي الجزدان ما صدينا لها يا كله النهوة اكلنا هوا عن هيك لا تركوا على حالكم وحطوا لك كملوا الفيديو للنهاية بابا بالشغل ماله فاضي يعطل ياخذنا مجاوير بالماما يا نعمة يا معرفة والله قلبنا من هالعيشة ما في شي نعمله تمشي وما تحركش الماس شوفها شو عم تعمل خرج رقالي شو مشكلة معه اهلا دهوبة عادي تفرجي معي على التلفزيون ليش على شو عم تتفرجي يا بعدي على برامج اطفال كلنا صاروا مملين صار حل في التلفزيون ايه ليش هيك عملتي والله زعلتيني منك لك ليش هيك عملتي ليش هيك انتي اخت مرائي الله يسامحك كنت قاعدة ومتسلية كنت بسألك وين ملانة الله يزعلتيني بابا مين ده مين؟ بابا مين ده مين؟ واو شو هالعلبة؟ شو هذا يا الماس الصندوق؟ شو هالعلبة؟ تعي تعي نفوت لجوا نشوفها خبرة نايمة كالعادة والله بابا نايمة ما فينا نسيقها عادي عادي تعي نفتحها انا تحمست استنى هلا في بدي شوف شو فيها وانا مثلك كمان ما رح نستنى افتحيها انا كتير انتابني الفضول واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة لمين هدول؟ خلينا نجربهم على السريع كتير حلوين انا بدي البينك من الاول ها؟ وحدة نجرب وحدة ما بدي اخذ وحدة وانا باخذ واحدة طب خلي لماما وحدة يلا البس واحد اثنين ثلاثة هوبتي حاطه بشي غريب عجيب حاطه مثلي هوبتي نحن شايف الدنيا كلها اوراق اي والله هيك بينكي شيء ما بعرف بوصفه ما بعرف بس اللي بعرفه جعت يا الله هيك كثير مشتهيه على شوكولا كثير بنفسي يا الله وين هي الشوكولاته بسم الله الرحمن الرحيم ما بعرف بس هلا اجى على بالي شوكولا ولقيتها بايدي وانا كمان يا رب يا رب تلزقني شوكولا يا رب يا رب تلزقني شوكولا وين هي الشوكولاته؟ يي بسم الله الرحمن الرحيم شو الدنيا عم تمطر شوكولا؟ يوم اليوم حاسه حالي كثير مبسوطه لك وانا مثلك بس هو الصراحه يا الماس النظارات بيرفكتو بيرفكتو A few moments later لا قوم شوف هالولاد شو عم يعملوا
والله صار لي قدي نايمة ما بعرف. يلا المهم لشوف هالولاد، يا ذهب يا الماس. تاكلني من الضرر، والله والله لتكسرنا قدريتنا لو جبنا ولا ايه ايه. روحي امام على السريع، خبيهم خبيهم ولي ولي. وين نروح فيهم؟ هون. لا لا هون، لا 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 تعي لهون. يا ذهب يا الماس، صبح الخير مامي، كيفكن حبيباتي؟ اشتقتوا لي ما؟ ليش فيكن شي ماما متلبكين هيك ولا هيك؟ ايه الحمد لله. يلا لنقعد. شو هدول الورقات؟ شوكولا؟ من وين الشوكولا؟ هون في شوكولا كمان. من وين الشوكولا يا اولاد؟ من وين؟ لا لا ما بعرف. منيح خبيتوا لي هالحبة، يسلم ايديكم، انا باكلها. شو طيبة كتير طيبة، يسلم ايديك يا الماس، بتجنن بتجنن. شو جابالكم تتغدوا يا اولاد؟ جابالي روح على المطعم ناكل بالمطعم. بالمطعم؟ والله صعبة، اسفة انا ما فيني يا ذهوبة. ليش؟ مع بابا كتير مشتهية بصراحة، متوعدة انا ورفقاتي بدنا نروح اليوم نطلع نتغدى سوا. خلص بجيب لكم، بجيب لكم معي اكل. الله يا ماما بدكم من رفقاتك. حبيبتي والله موعدتهم. يلا انا اسفة بدي روح اتغدى انا ورفقاتي بالمطعم. ماشي ماشي يلا باي حبيباتي، باي 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 الموس. يي يلا اسمها راحت مامي، طلعي هالقلبة دهوبة وخلينا نلبس هالنظارات ونروح هيك نعمل لنا فتلة فيهم. والله منك يا ماما، لو رضيتي نروح على المطعم نتغدى مع بابا. واو ياي، صرنا بالمطعم لك دهوبة. ما مصدق عيوني، حتى مع بابا كمان. عميني تعميني، انا ما عاد اتحمل. جوعاني جوعاني، هذا احلى يوم حياتي. كيفك؟ احنا غدينا مع بابا ورجعنا، والله كان الاكل طيب طيب بجنن. قولي يا دهوب، الاكل بيطير العقل بجنن، كانه حلم، كنا بحلم ورجعنا. رجعنا وبابا معنا بالمطعم. كيف هيك رحنا المطعم؟ اهم شيء انه عبينا الكروش واكلنا، بس بدي افكر كيف هيك صار. معقول هدول نظارات سحرية؟ One hour later. يا ذهب يا الماس، كيفكن حبيباتي؟ والله اشتهيتكم بالغدا معي، بس مع الأسف نسيت جيب لكم. نسيت تجيبي لنا، مو مشكلة تغدينا. يي إن شاء الله ألف صحة وهنا. بدك تعرفي شو تغدينا؟ خلص المهم تغديتوا وحبيتوا الأكل؟ كثير كان طيب. صحة وهنا صحة وهنا. ما بدك تعرفي يعني وين احنا، وين اجينا، وين اكلنا؟ يعني وين كنت تاكلوا؟ اكيد بالبيت. ان شاء الله الف صحة وهنا حبيباتي. خلاص خلاص المهم انتوا اكلتوا. انا والله جاي من الغداء، انا ورفقاتي كتير تعبانة، رايحة نملي نص ساعة زمان وجاية. لفي بنحكي. ايه ماما لفي بنحكي، هلا كتير انا نعسانة. ايه حبيبتي والله لفيق ماما لفيق، منتفق ان شاء الله اذا في وقت وكنت حسنانه باخذكم وبنروح. يلا تصبحوا على خير. يا الله من ماما، مو قلت لك اني شاطره بالنوم ومع رفقاتك؟ يا الماس صرنا عمر ما رحنا على الالعاب، بس تحركنا يعني شو كنت جرب حظنا بالنظارات. اذا عن جد اخذونا على الالعاب معناتها عن جد هدول نظارات سحريه. اي والله معك حق يا دهوبة، تعالي نجربهم. وين خبيتيهم؟ طرقيهم على السريع على السريع. وين عم تهربوا مني؟ بس هالمرة بدنا ناخذ ماما معنا، ها ما حنروح بدونها مثل المرة الماضية. تعالي نحط لها النظارات هي ونايمة. لك هي احلى فكرة، ليتس جو. تبعاتي ويلا تعالي نحط تبعات ماما. برافو ذهب، برافو. يلا يلا فردي ايديكي وامشي بتوازن، فردي ايديكي، برافو. يلا الموس، واحد اثنين. يلا ذهب بدك تتسلقي هيك لفوق، برافو. يلا يلا ذهب، يلا برافو. ما شاء الله كله رح تقدري لفوق لفوق. شوفوا قد ايه عالي من بعيد.
بس زحلتها كثير عالية. يلا دهوب، شايفين شو قوية وعالية. واو كان مشوار بجنن. ترى سريع يا قلوس، تعال نطلع قبل ما تحس علينا. هنا النظارات هدول هن شفتي كيف اخذوا المشوار؟ اي والله يا دهوب عم يحققوا لنا كل امنياتنا. ما رح فرط فيهم ابدا امجد. يا الله شو هالمنام اللي شفته، شي كتير حلو لروح خبر ذهب والماس. دهوبتي الموستي، شو في ماما، في شي حبيباتي؟ احذر وشفت منام بجنن، بشهي بشهي يا ذهب، اشتهيت لو كان حقيقة. رحنا على الالعاب وتمردحتوا بهالالعاب وتسليتوا، يا لطيف كان مشوار بجنن يا ماما. منام شفتي؟ ايه منام كتير حلو. انت يا الماس شفتك معي بالمنام؟ اه بالله عن جد. ايه الحمد لله، شكرا شكرا. يلا انا رح اغسل وشي وبرجع لكم. اوكي حبيباتي، يلا. اوكي الماسه، اوكي الحمد لله ربي، الف الحمد لله ربي انه فكرت انه منام. هلا يا الماس شو بدنا نطلب منك؟ طعميني معي. بعتذر منك اختي بس هدول الي ما بدي. بس هدول اكلاتي، انت خلصتي اكلاتك اتركي من ايدك. ماشي هقول لماما تشتريني من الماركت. يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما. نعم يا ذهب. نعم يا الماس. تاخديني على الماركت لانه الماس ما خلتني اكل معها من هدول. ماما انت وين اكلاتك؟ قالت لي روحي قولي لماما تشتري لك اكل. والله مع الاسف انت اكلاتك اكلتي هون. انا اسفه ما فيني اخذك، ما فيني. خلاص ليش اكلتي اكلاتك؟ بعدين انا حاسه حالي ما شبعت نوم، بدي ارجع اكمل نومتي. باي 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 باي. لفيق لفيق منشوف. باي باي لنفيق. يلا باي باي. مش في احلى من النوم، في احلى من النوم. افرح تتابع نوم. تعي المسك اللي نروح على الماركت بالنظارات. دخيل قلبك يا ام الافكار. وقفي وقفي دهوبه، هالمرة لازم ناخد مامي معنا عشان هي تدفع لنا، لكن مين بده يدفع لنا المصاري؟ احني نبهتيني بنات، انا رايح احط لها النظارات وارجع. خذي انتي نظاراتك وانا حاخد نظاراتي. خليني احطهم، انا ماما هدول. بالماركت. زيري شو ذهب، ما فينا نشتري شيء، انا نسيت جزداني بالبيت. يا ماما جبتي لي اياه؟ ايه. الله يرضى عليكي. وني جبتيه فاضي؟ لا الحمد لله مليان مصاري. لا على هي براوه، هي براوه، هي بدي اياها، وهي بدي اياها. ساعدوني ساعدوني. بوبي عم تحكي شيء ماما؟ لا. يلا ماشي، شو بدكم تشتروا حبيباتي؟ ويس رح نشتري كل شيء بدنا اياه. خديها ماما، خديها طبعا، خديها خديها. خدمي يا ماما. يسا بيجيبوا نتيجة؟ حكيتي شي دهوبتي؟ لا. يلا ماما يلا امشي. خديها ماما خديها. ماشي. وانا خديلي درع. كان؟ ما تقول لا. ايه الماسة خدي ماما خدي. انا صرت لك يا الجزدان. ايه بدنا نشتري كل شيء بنفسنا. هلا اخذه. بتقول ايه؟ ايه طبعا خدي دهوبتي. ماشي ماما. او ياس عبينا السله وفضينا الجزدان وخلينا نرجع على البيت. ليتس جو. يا الناس وصلنا على البيت. ايه خلينا نشوف الجيران. اول شيء بدنا نقلنا نظارات لماما. دهوبه مامي شو عم تعملي حبيبتي؟ فيقتيني والله، صار لي زمان فايقه نايمه. حاجتي لازم
قوم يلا امشوا امشوا نقعد بالصالون نشوف شو عم تعملوا شو عم بتساوي. يا اولاد شو شفت بمنامي؟ كنا عم نشتري كل شيء بدكم اياه. شو خبيتي دهوبه؟ ورجيني ورجيني ماما ورجيني ورجيني ورجيني. ايه شوفي هذا الكيس وين شايفته هاد؟ ما والله شايفته انا. هاتي وانتي بدك افتح لك هاي؟ اي والله وهي شايفته. وين شايفته هاي؟ الله اعلم. هلا تذكرت والله بالمنام بالمنام هذول شفتهم. لك سبحان الله على هالصدفه يا سبحان الله على هالصدفه. ورجيني شوفي كمان هالكيس. لك والله هي شايفتها يا دهوبه. من وين يا الله شو هالصدفه هاي؟ والله ما عم تخرط لمشتي انا ما عم تخرط لمشتي انا ما عم بقتنع. دهوبه هدول الاكلات من وين اجوا ماما؟ دهوبة بعرفك ما بتكذبي احكي لي من وين اجوا الاكلات؟ يعني انا ما كثير عم بقتنع. وبعدين شو هدول النظارات اللي على راسك؟ من وين هدول النظارات؟ اه؟ وانت يا الماس هدول النظارات من وين هدول النظارات؟ قولي انا ما دخلني هربوا. امتى شارين نظارات بدون علمي؟ وهدول؟ كمان ازرق؟ هدول الثلاثة من وين جايبينهم؟ هلا هلا انا بدي اعرف. افتحي الباب يلا عالسريع عالسريع. روح افتحي الباب وقولي لي. ايه حبيبتي حليب حقه 50 ليرة. هذا بيعني حليب تعطيني 50 ليرة؟ عم يستناكي على الباب بده حقه. اعطيني جزداني لاعطيكي. تكرم عينك تكرم عينك. قولي بدي الجزدان ما فضينا يا كله. اكلنا هوا اكلنا هوا. تفضلي مامي. شكرا. ليش خايفة ماما؟ نعطيه حق هالحليبات لهالزلمة يسلم ايده. والله حليبات وزرف. ها ليش الجزدان فاضي؟ اها وين المصاري؟ ليش الجزدان فاضي؟ وليش الجزدان فاضي؟ كيف بدنا نعطيها لعلبة حق الحليب؟ اه رح تحكي الماس شو القصة؟ دوري منيح عن جد فاضي؟ فاضي ما في ولا ليرة. ما دخلني ما دخلني ولا ليرة. مسا بيمرق لعندك بابا بيعطيك بحاسبك اوام. يلا روحي. هلا هلا بدي افهم شو السيره. انا ما دخلني اسالي محراك الشر. شوف هلا بنشوف انتو الجوز هلا بنشوف. شبكي ماما رح تحكي شوفي ولا ما رح تحكي؟ ما في شيء يا ماما ابدا. قلتي لي ما في شيء. ايه انا بعرف انا بعرف دبر اموري معكم بسيطه. انا رايحه وراجعه بدي افهم شو القصه ماشي؟ يلا انتي قص البلا خبيها منيح. هي بس بس بعد ما جبتي لي اياهم وتعودت عليهم لا ما حخليكي فرط فيهم. حققوا لنا كل امنياتنا هدول. والله ماما لا تروح لك يا بابا. انا بورجيكم هديك العلبه فيها نظارات. عرفانه عم تعملوا شيء من وراي. عرفانه. يا اولاد قررتوا تحكوا ولا لا؟ ماما ماما انا جاي اقول لك. لا لا بدنا نقلا مو احسن ما ناكل قتلة ونصير كباب عقولتك. انا ما دخلني بدي اقلا ما دخلني. هاتي العلبة انا ورجيها بدنا نقلا. ايه ايه طولوا بالكم طولوا بالكم انا بعرف لحالي. طلعي لي العلبة لشوف. يلا طلعي لي العلبة. اي علبة؟ يلا طلعي لي العلبة المخباية. اي علبة؟ طلعي لي اياها. يلا ماما يلا هاتي العلبة المخباية. تفضل. ايه الله يزيد فضلك يا مؤدبة يا موجبة. هاتوا لنشوف شو في بقلبها. هاتوا لنشوف. شو نظارات؟ لون زهري ولون ازرق ولون اورانج. ايه استنوا لشوف هدول شو بيعملوا. قولي قولي شو هاد؟ شو هاد امي؟ شو عاملين فيهم انتو؟ شو في بقلبهم؟ طلع لي اشباح؟ والله يا ماما مشان الله لا تخانقينا. مشان الله مشان كيف بتستعملوا شيء مو لإلكم؟ كيف بتاخذوا شيء مو لإلكم؟ ما بتخافوا يكون اشياء مؤذيه لك امي؟ ذهب انت معاقبه 12 ساعه واقفه على الحيط ايديكي ورجليكي لفوق. يلا ذهب يلا يلا معاقبه. 2 hours later 12 ساعه. الله ما بعيده ما بعيده 12 ساعه. انتي انتي راس الفتنة بعرف انا انتي راس الفتنة. وهيك بنكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو.
لسه ما حطيتوا لنا لايك واذا لسه ما اشتركتوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتنا. نتمنى يكون عجبكم. حطوا لايك ها، لا تنسوا اللايك والاشتراك كمان. بنحبكم كتير يا احلى متابعين. استنونا فيديو جديد. بنحبكم كتير. باي باي الموس. باي باي.